من جهته أشار سعادة السيد جميل بن محمد علي حمدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل، أشار إلى أن هذه الخطوة تأتي استكمالا للخطوات العديدة التي قامت بها المملكة لتخفيض نسب البطالة خلال الأعوام السابقة. اليوم البحرين عندها نظام متكامل، وعندنا توجيهات من القيادة أن نقوم بالتقييم المستمر للتحديث والتطوير وفقا لاحتياجات سوق العمل واحتياجات المواطنين واحتياجات رجال الأعمال أيضا. في بداية الكلام لابد أن نفهم بأن البحرين تعتمد على سياسة تشجيع وجذب الاستثمار لزيادة فرص العمل في البحرين، وتعتمد على تخصيص الموارد الخاصة بسوق العمل لدعم العمالة الوطنية من خلال التدريب المجاني اللي يحصل عليه كل مواطن، لتقليل ما يسمى بفجوة المهارة لكي يتمتع المواطن أولا بالمهارة المطلوبة. اثنين، كل اللي راح تسمعونه وسمعتوا عنه في السابق بالنسبة للكلف والفلوس والرسوم، كله يستهدف تضييق فجوة الكلفة بحيث أن العامل الأجنبي يكلف أكثر من العامل البحريني، والعامل البحريني يحصل على حوافز ودعم في الرواتب. هذه الفكرة العامة اللي احنا نتحرك عليها بشكل عام.